الحمد لله، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله. أولا نترحب سي أليمان تي في سي بغداد، أكيد نهار يزورنا غدا نتي غا نورد فيشتات غا حلاقة أجبلي دي فرانكفورت. نعم دي المهنة قيخت المغرب طبعا، قيخ المدرسة الحلاقة دي 1991 90 أواخر 90 91 قيخ المدرسة يسين ديبلوم. ومن سنة نخدم سي 91 92 انا من 97 ديال المغرب. سنة تقدج المهرجان عالمي نجد نشارك نمثل المملكة المغربية في فرنسا في باري، مهرجان الحلاقة، مهرجان عالمي للحلاقة، نجد نشارك الوفد المغرب، نجد مجموعة من الشباب منهم الاخوان نشيتو اثنين جروب مسفراق المغرب، اثنين اخوان الجنوب الداخل كسين الفيزا سي 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 الدار البيضاء، نمشي نسحب الشمال نكسي فيزا فرنسا سي سي طنجة، وشان مرقى دي باري دي المهرجان 1997 دي اكتوبر. ذين اخوان تو راح نكرنا غلوه في المغرب كلاس حتى وين الميداليات النحاسيه ذين وين في الضياء ذين مجموعه الاخوان كل الجن انت من الجن ديال العرائس الجن من حلاقات الرجال الجن او زين كنا اخوان مسلمين بران تحيه كل الجن منسيكا شنو قراز كل الجن حد يروح غا بروكسل حد يروح غا غا فوبرتال حد يروح غا فرانكفورت الاخوان توكيد نغدين الاخوان عاود ثاني توغاس المحلات نسن عقب نغار النظر قال المحلات نسن سي بغداد نوز دانيتا نخدم مزوان نخدم مسجد مسجد تقوى نتقاس نجد تحيه السانيتا من برا كبيرا وصغيرا نخدم دينين عم سيدي المده ايوا السني بلا يفضي برا يخدم اخوان دي مغربيين نخدم كي تركيين نخدم كي ليمانيين ايوا السني بلا يفكر يعني لابد هذيك المحل نس وشا المحل اول محل قيخ 2006 دي كونستابل باخ انتي اخسي مغربي اني تما يكون مثلا بدانا ديك المحلات ديال فرانكفورت غير اكثر يا غير تركيين دي نورد فيشتات ناز مثل دي 2014 ومن بعد تو غير المحل دي هادي بعد هادي تسايل دوك شنو شنو بعد يارد خفي سي المحل الناس ان شاء الله خويا المحل راني دي فيس بادن دي هيلين شتغاز خونا ثلاثة المحلات دي فرانكفورت دي فرانكفورت جن دي بيس بادن جن أكتر يعني ما سكنا نخدم جن أجنبي دوين دو سنين مغربيين مرة سكوا من بدا ونشتغل بعد حرام سكوا من أزمة المحلات نفس يوذاني خدمنا كذي 12 13 14 سنة قناة نفس الأشخاص اللي خدمنا القناة خدمنا كذي على الحد هذا لا مزيان عجيب مغربيين سين الحمد لله غاسن جن السمعة الصباح بالنسبة الجودة اللي خدمت نسن خدمنا مليح تحفنا مليح مع الرأي مغربيين تقريبا هذين عن الشباب تحفين مليح قاش خوات تحفين مليح وإنما إني قرب مذن عالم ساكين نتمنى يسنج المسيرة التصبحانت ما نشيل بنا خمي تيري عدو خمس سنين ست سنين دي المهنة تيري مليح دقوا المعلم ودي خفن نس نشيل البراني انتي دي ليمانيين تعجيب اسنا حفن غير مغربيين ميتوي تفكر ديارني ماشا مش تولي أخو سوق ما يدوث في اللاجئين عراقيين سوريين افغانيين يعني جميع الاجناس ديوف نخوض جديد وانا هنا عظم الميدانة الطاس يعني تبان يشتار الشغلة الطاس وليك يعني وذي نبوش انتغماث وذي سبوش وحفف يعني وخطو تفكر تعنيذ يعني تسمى تحريق الراس